شخص صيني يبني بيت تومو جيري تومو جيري حقيقي بأرض الواقع يعني سوى بيت خاص للقطط والفار شوفوا قدامكم الشباب هذا البيت طبعا الشباب اشتركوا بقناتي وانطوا لايك مستحيل تشوفوا هذا هذا بيت بيت عبالكم مال بشر ولكن هذا بيت مخصص للقطط وللفارات والعناكب ايضا يعني عناكب تشوفون هاي البزونه شوفوا هذا مكان الفار تشوفون حاليا راح ندخل نشوف الفار شلون صاير شكله مستحيل بوعو الكفار عنده قاعدة مال ما ضيوف وأحيانا الفار ذاك مصدوم مصدوم شوفوا يعني نايم مصدوم طبعا ينصدم عنده بيت آه ايضا عنده مجر هاي هاي مكان مال مال العنكبوت تشوفون هذا عنكبوت هذا مكان العنكبوت مستحيل عنكبوت عنده بيت ماكو هاي شلون سويت هيك الاشياء شلون سواه والله عظيم شيء حتى التلفزيون عنده بلازمه هاي نوتيلا تشوفون نوتيلا مستحيل هنا أنا هاي هنا مدخنة هاي الفار عندها تلفزيون طبعا شباب لا اشتراك دقيقه شلون يشتغلون هذين السوالف؟ شباب هاي الف... هاي البزونه حاليا قاعد تنتظر صاحب الفيديو يطلع شوفوا يطلع من اذا انتظر الفار حتى تاكلها مستحيل ترى شديد